السلام عليكم. فاطمة الخير، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طب حضرتك، انا كنت متجوزة راجل، تمام فالراجل دوت توفى يعني، تمام يا فندم، وساب، انا ما خلفتش منه، ما انجبتش منه، تمام فساب الحمد لله، 4 ولاد، بولدين وبنتين. تمام. فالولدين انا ربيت الواد الكبير والواد الصغير، هو الحمد لله احنا الحالة بتاعتنا كويسة جدا، تمام يا فندم، بس هو ايه، اشترى ارض، اشترى بيت، كتبه لي باسمي، حال حياته، على حياة عينه يعني. تمام اول يعني اول ما تمام اتجوزته بعدها ب4 سنين اشترى بيت تمام وكتبه لي باسمي، تمام فرجع تاني هو له بيت بقى باسمه هو، ده بتاعه هو. فجيت انا لما هو توفى فقلت لابنه الكبير ايه، انا ربيته وجوزته تمام وبنيت له شقة عندي في البيت بتاعي وجوزته وكلفت له اكن ابني، وهو ابني ربنا اللي انا ما يبارك في خلفتهوش. حضرتك. تمام يا أمي، تمام. والولد الصغير يعني امه ماتت وهي بتولده يعني، هو والولاد كلهم يتم اب وام. الحمد لله. فجم بقى اما انا ربيته وجوزته، فجيت انا بقول له يا ابني انا ابوك كتب لي البيت دوت وانا ما اتجوزتش ومش هتجوز اساسا، انا قلت له انت ابني وخلاص. تمام. فراح جه بقى لما بقول له يا ابني انا مش هاخد من البيت التاني، انا سايبه لاخواتك يعني، انا منه واحده مش عايزه منه حاجه، انا الحمد لله ربنا اكرمني ان هو بقى ابوك كتب لي البيت دوت، وان احنا وانا بقبض المعاش بتاعه يعني، احنا انا والبنت الحمد لله. والولد وبنت تانيين، ولد سؤال وبنت حضرتك اتجوزوا، يا ولد وبنت حاجة لسه. فاطمة، سؤال نعم، سعادتك، السؤال بقى بعد هذه القصة الجميلة وربنا عايزه يقويكي. اعرف انا نعم ليا حق ان انا اخد في البيت التاني ولا لا؟ تمام، حاضر. شوفي يا أمي الكريمة، أولا زوجك كتب لك هذا حال حياته، فهذه هبة، هبة منه إليك، عطية، هدية، فعل هذا حال حياته جائز من الناحية الشرعية، رغم أنك وارثة. ممكن بعض الناس يقول لي هي وارثة، أقول لهم هذه ليست وصية، هذه هبة، منحة، منحها الزوج هذه الهدية في حياته، مقبولة إن شاء الله. ثانيا، لك الحق الكامل في الإرث الشرعي منه بعد مماته، يعني حضرتك لك الحق في البيت الآخر اللي هو باسمه، تتوارثين مع الأولاد بمشيئة الله تعالى، لك الثمن بما يرضي الله سبحانه وتعالى، لأنه توفي وله فروع وارثون وهم أولاده، فلك الثمن في كل ما تركه بعد الموت إن شاء الله، والبيت الذي كتب لك بإذن الله تعالى، ولا إثم عليك في هذا، ربنا يتقبل إن شاء الله.